الصعود مستمر يبدو على الذهب، هل ما نشهده اليوم على الذهب هو ربما the fear of missing out، ولا هي فعلا عوامل أساسية داعمة بشكل أساسي للذهب، طبعا بما يتعلق بالفدرالي والتوجهات لخفض الفائدة، ما رأيك؟ خير الاء، شكرا للاستضافه. بكل تاكيد واحده من الاشياء الاساسيه هي فومو بالنسبه لفوات فرصه الاستثمار بالذهب، لكن على الاقل يمكن 27% من توتال الذهب المتواجد هو استثماري، فبالتالي لا يزال لدينا 73% يعني بالنسبه للذهب، فلذلك اعتقد استثماريا نعم هي كانت اتجاهات بالنسبه للذهب للشراءات، لكن التوترات الجيوسياسية في الفترة الأخيرة أكثر شمولية، أكثر حدة، توسعاتها بشكل أكبر، كانت دافع أساسي على ما أعتقد بالنسبة لارتفاعات الذهب. المخاطر الجيوسياسية تسعيرها كان دافع بشكل أساسي. من ناحية أخرى بكل تأكيد الجامبوكات المفاجئ بالنسبة للفدرال الأمريكي كان سبب أساسي، حتى الأسواق حاليا بتسعر ما يقارب 50% أو تقريبا 47% بالنسبة لي تخفيض أسعار فائدة ب 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، فبالتالي كل المعطيات المتواجدة حاليا تدفع أسعار الذهب لتشكيل الارتفاعات بشكل أكبر، مع الضغط السلبي على الدولار. بكل تأكيد العلاقة عكسية ما بين أسعار الدولار الأمريكي مع الذهب دفعت أسعار الذهب لتسجيل الارتفاعات، فبالتالي المعطيات المتواجدة حاليا والتي قد تستمر هنا آلاء بكل تأكيد في الفترة القادمة قد تكون دافع بشكل أكبر لتسجيل ارتفاعات الذهب. فيما حتى لو نظرنا فنيا بالنسبه للذهب، يمكن الاء تتفق معي من سنه 2020 الى 2023 استقر الذهب ما يقارب 400 دولار كتداولات عرضيه، ما بعد 2023 سجلنا ارتفاعات، فبالتالي هنا نموذج فني يعتبر يسمى فلاج اند فينانس، فتسجيله لك مستهدف هو مستويات 2960 بالنسبه لاونصه الذهب، اعتقد قد تكون هي في عام 2025 فيما لو لم يكن هناك مفاجآت من الفدرالي الأمريكي، لأنه بالتالي فيما حتى لو نظرنا إلى المعطيات الاقتصادية تخفيض فائدة فالذهب مستفيد، غطاء للتضخم لو شهدنا موجة قادمة بالنسبة للتضخم فالذهب مستفيد، التوترات الجيوسياسية التي قد تستمر صحيح في العوامل بشكل عام داعمة لاستمرار الزخم كما تحدثت أحمد، والمثال الذي أعطيته هذا ما دفع العالم للتساؤل الآن، إذا ما كان الزخم مستمر يعني الفترة الذي كان هناك عوامل داعمة وبقي الذهب ضمن نطاق عرضي، هل ممكن أن يتكرر السيناريو أم الزخم مستمر؟ وإذا كما فهمت من حديثك أنك تتوقع استمرار الزخم، عند أي مستويات قد يصل؟ عن أي مستويات تتحدث؟ على الأقل حتى نهاية 2024؟ أعتقد حتى نهاية 2024 سوف نشهد ارتفاعات بشكل متتالي، أعتقد قد يكون هناك صدمة للأسواق في اجتماع نوفمبر، اعتقد بانه اجتماع نوفمبر بالنسبه للفدرال الامريكي هو بعد يومين من الانتخابات الامريكيه، اعتقد قد تكون هي مفصليه، يمكن حتى راح يكون القرار اصعب من قرار شهر سبتمبر بالنسبه للفدرال الامريكي، ما بعد الانتخابات بشكل فوري الاسواق بتكون فيها تقلبات عاليه جدا، فبالتالي الفدرال الامريكي قد يحتاج تماسك الاسواق في اجتماع شهر نوفمبر، فاعتقد انه قد تكون هناك صدمه اولى بالنسبه للاسواق بتخفيض اسعار الفائده بمقدار 25 نقطه اساس، فبالتالي قد يكون هناك تقلبات سعريه سلبيه بالنسبه لاسعار الذهب. يعني هذه التقلبات السعريه لن توصل الذهب الى 3000 دولار التي العديد من بيوت الخبره تحدثت عنها، وحتى المخرج عنا مصر انه هذه مستويات ممكن الوصول لها، ما رايك؟ يمكن الاء واحده من الاشياء الاساسيه اللي بتخليني افكر انه الذهب ما يوصل 3000 للمستويات الحاليه هي التداولات بيوت المال، عندما نشهد التقارير من بيوت المال بشكل سريع بشكل اكبر توجيه على اصل المالي لارتفاعات بشكل اكبر، هون بخلينا نفكر بالتخوف شوي، يعني سياسه القطيع بالنسبه للتداولات الماليه في الاسواق الماليه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبه للتداولات، لذلك اميل انه 3000 قد تكون في عام 2025 ليس في عام 2024 بالنسبه للمعطيات، خاصه لو كان في صدمه للاسواق بان يكون هناك تخفيض اسعار فائده بشكل اقل من الفدرالي الامريكي. اخذنا الوقت احمد، كنت اريد ان اسالك عن الفضه، عن النحاس، يعني هذه معادن صناعيه مهمه وعليها تحركات ربما في وقت اخر. احمد عزام من عمان، محلل اول لاسواق المال في اكويتي، شكرا جزيلا لك.